العام الدراسي هيبتدي اول اكتوبر؟ نعم يا فندم، 2 اكتوبر. 2 اكتوبر اذن على مسؤوليه حضرتك العام الدراسي يبدا يوم لا راجع، احنا اجلنا اوريدي من 17 الى 2 اكتوبر، ما نقدرش ناجل اكثر من ذلك. هيهتز العام الدراسي، وعدد الايام وعدد الاسابيع هيبقى قليل للجرعه التعليميه المطلوبه للطالب. طيب مش ممكن نتاخر.